أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة حول العلاقات المصرية السعودية في ضوء لقاء الرئيس السيسي اليوم في جدة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وأيضا في ضوء البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب اللقاء. إكسترا نيوز كانت معاكم طوال اليوم في تغطية فعاليات القمة العربية 32 من جدة، إلى جانب متابعتها لتطورات الموقف على الأرض في كل ملف سواء السودان أو الأراضي الفلسطينية أو غيرها. وعلى ذكر السودان، اسمحوا لي أنوه إلى أني هكون معاكم بكرة إن شاء الله الساعة 10 مساء في فقرة خاصة بالسودان، ولكن من زاوية إنسانية وثقافية. الفقرة دي صورناها داخل مقر جريدة أخبار الأدب، وهي واحدة من أعرق الصحف الأدبية في مصر والعالم العربي، واللي نشرت اليوم ملف مهم للغاية بعنوان مصريون في السودان وسودانيون في مصر. هنعرف تفاصيله ومفاجآته بكرة إن شاء الله في هذه الفقرة الشيقة. مصر والسعودية هما صمام الأمان للعالم العربي في مواجهة العواصف والتحديات المختلفة. شواهد كثيرة تؤكد بالدليل القاطع هذه الحقيقة، ولعل لقاء الرئيس السيسي بولي العهد السعودي اليوم هو مجرد حلقة في سلسلة من اللقاءات الثنائية المستمرة لتعزيز هذه الشراكة وهذه المسؤولية المشتركة، سواء في مجال الأمن القومي العربي أو السياسة الخارجية الدولية والإقليمية أو التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل تحديات صعبة يمر بها العالم بأكمله. ليه وإزاي مصر والسعودية ماشيين على نفس الطريق وبنفس النهج؟ وده هينعكس إزاي على مصلحة الشعبين المصري والسعودي بصفة خاصة والشعوب العربية بصفة عامة؟ وإيه تفاصيل العملية الجراحية لعلاج الأزمات الإقليمية والتعامل مع الأزمات الدولية بأصابع مصرية وسعودية بمنتهى التنسيق والتكامل والتعاون؟ ده اللي هنناقشه معاكم في هذه الساعة حول العلاقات المصرية السعودية إلى أين؟ أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، معربا عن تمنية مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. وخلال لقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء على هامش أعمال القمة العربية، تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها 32. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس السيسي معربا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، ومؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.
لمزيد من الفهم والتحليل حول العلاقات المصرية السعودية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو شامة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. حضرتك دكتور، أهلا بك أستاذ محمد. ولي العهد السعودي أعرب خلال لقائه اليوم بالرئيس السيسي عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا. إيه اللي بتمثله مصر بالنسبة للمملكة العربية السعودية في رأيك؟ الحقيقة أن مصر بتمثل للسعودية يعني شقيق شريك، ويمكن أنا وصفت العلاقة دي في 2017 في مقال ليا في صحيفة المصري اليوم بأنها علاقة توأم ملتصق بكل ما تحمله هذه التوأمة وهذا الالتصاق العضوي من معاني ومن معاناة. العلاقة بين البلدين علاقة بيتقاطع فيها العاطفي بالعقلاني، التاريخي بالمستقبلي، ويكللها في الحاضر عبقرية في التعامل، عصرية وشبابية وحيوية في التفاعل، تجديد لمفاهيم لأساليب في العلاقات الدبلوماسية ربما لم يستوعبها الرأي العام في البلدين، ربما لم يستوعبها المحيط العربي، لكن هي علاقة فيها تناغم كبير، فيها تبادل وتكامل وتشارك في كل شيء يكشف ذلك. ده كلام مش كلام إنشائي يا دكتور، لكن هو كلام له دلالات يكشفها. بالمناسبة كل جملة اتقالت النهاردة في القمة العربية لسان حال البلدين تقريبا يبدو مشتركا، تعبيرات الزعيمين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان تعكس توحد يعني ارتباط واتفاق شديد في رؤيتهم لكثير من الأمور، لكثير من المفاهيم. اليوم القمة العربية أكدت على رجاحة وقيمة مصر وقوة تأثيرها في محيطها الإقليمي وقوة ويعني وأفكارها الراسخة الأصيلة العميقة فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، كللت اليوم بالنجاح، كما كللت مجهودات السعودية خلال الأسابيع والشهور الأخيرة في لم الشمل العربي، في تصفير الأزمات أو وضع اللبنة الأساسية لمسألة تصفير الأزمات في المنطقة قيد التنفيذ. صحيح، هو النهاردة الرئيس السيسي بالفعل أعرب عن ثقته في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. إزاي بتقيم جهود المملكة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة يا أستاذ محمد؟ الحقيقة المملكة العربية السعودية في العام الأخير يعني تتحرك في المسألة في العلاقات الخارجية كما يعني بذكاء وبرشاقة تحسد عليها، سواء على المستوى الدولي. السعودية أسهمت بشكل كبير في أزمة دولية كبيرة جدا هي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبح لها يعني تأثير ومواقف قوية في هذه الأزمة، وتسعى جاهدة لتحقيق سلام حقيقي فيها. وربما رأينا اليوم كلمة الرئيس الأوكراني ورسالة الرئيس الروسي، وهما رسالتان تحملان دلالة واضحة لقيمة وقوة المملكة، وبالإضافة إلى ذلك قوة الدول العربية طبعاً الموحدة المتفقة. الدول العربية اليوم أصبحت فاعلة في ملف هو الأخطر في العالم، ويسعى إليها الطرفان المتصارعان لكسب الود والتأييد. طب. وده أمر مهم جدا. ده مش عايزين ننسى نداء السيد الرئيس في قمة بالطبع. المناخ بالطبع. لإنهاء هذه الأزمة، وكان نداء موجه لكل دول العالم بقى هذه المرة. صحيح، ومصر طوال الوقت، فده أيضا اتفاق بين مصر والسعودية في هذا الجهد المشترك. صحيح، أتفق مع حضرتك جدا، وأتفق كمان وأزيد في ذلك أن مصر على المستوى الدبلوماسي في هذه الأمور دائما تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وهو ما يمنحها مصداقية وثقل في أي دور وساطة تؤديه. وأدوار الوساطة المصرية الناجحة المهمة والمؤثرة في المنطقة كثيرة، وربما يكون آخرها ما حدث في التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل أيام، وتدخل المصري أسهم في إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة شديدة كان يكتوي بنيرانها بسبب العمليات الإسرائيلية. طب. نعود إلى الدور السعودي، وهي مسألة نكملها في التحرك الرشيد من السعودية بدعم صيني وبتواجد صيني وسيط في الملف الإيراني. القفز على الماضي
وهي مسألة مهمة ربما تميز يكون من أهم ملامح ومميزات هذه المرحلة في تاريخ المملكة العربية السعودية. الأمير محمد بن سلمان يتحرك وفق منطق بدعم وتأييد من خادم الحرمين الشريفين بالطبع للقفز على خلافات الماضي وطي كل تقاطعات واشتباكات الملفات المختلفة في المنطقة، والتي كان أبرزها العلاقة مع إيران التي كانت سبب في توترات كثيرة في أكثر من بلد عربي، وسبب في اضطرابات وأزمات متصاعدة كان من نتيجة التفاهم بين السعودية وإيران، هو انفتاح المملكة ودول عربية أخرى على الملف السوري أو على النظام السوري القائم والمصالحة التي حدثت وعودة سوريا إلى طبعا إلى جماعة الدول العربية، وده اللي بيتفق حتى مع ما نادى به الرئيس في كلمته اليوم من ضرورة وحتمية الحفاظ على الدولة الوطنية. صحيح، وهو ما حدث وما تأكد اليوم بعد 12 عام، تأكدت بعودة سوريا هذا المعنى وهذه الفكرة وهذه الفلسفة المصرية الأصيلة التي يجددها رئيس السيسي في كل مناسبة وفي كل أزمة من أزمات المنطقة. مصر تدعم الدولة الوطنية، مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، البلاد العربية بالطبع، مصر تسعى جاهدة لوجود جيش وطني موحد لنزع السلاح عن الميليشيات المتنازعة. يعني مبادئ الدولة المصرية الأصيلة التي ولدت مع 30 يونيو 2013 وتأصلت بوجود رئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم منذ 2014، مبادئ تتحقق اليوم في القمة العربية. ومن الواضح أن هي بتتفق بشكل كبير إن لم يكن بشكل تام مع النهج السعودي أيضا. بالضبط، وهو نقطة التقاء اليوم، نقطة التقاء كاملة بين الدولتين. هو الحقيقة يعني ممكن نقسم العلاقات المصرية السعودية إلى ثلاث مسارات: مسار العلاقات الثنائية، مسار العلاقات الإقليمية خاصة مع دول الخليج، ومسار مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. إزاي بتقيم كل مسار من هذه المسارات؟ على المستوى العلاقات الثنائية، العلاقات الثنائية لها مستويات ومسارات أخرى يمكن أن فرعية يمكن أن نقسمها، ربما يكون المسار السياسي، ربما يكون هناك مسار اقتصادي متميز. مسار سياسي طبعا متناغم وراقي جدا وفي تبادل الزيارات بين زعيمي البلدين، بيحدث فيها تفاهمات وتبادل الآراء في كل القضايا التي تعني البلدين في المقام الأول وبطبيعة الحال المنطقة والدول العربية والعالم. العلاقات الاقتصادية طبعا علاقات مميزة جدا، حجم التبادل التجاري بين البلدين ربما يكون الأعلى لكل دولة تجاه الأخرى. الاستثمار السعودي في مصر هو من أعلى دول العالم الاستثمار في مصر. التبادل الاقتصادي بين البلدين في أعقى أشكاله. هي السعودية هي أكبر شريك تجاري لمصر. بالضبط كده. الملف الاقتصادي ملف راقي جدا ويبدو فيه تفاهم كبير ويبدو تعاملات تجارية، وهي بالمناسبة متصاعدة. يعني احنا في العام الأخير، العام 2022، حدث اتفاقيات استراتيجية كبيرة وتعاون استراتيجي في المجال الاقتصادي على أعلى مستوى، وكان هذا ثمرة لجهد وتفاهم طويل بين البلدين أثمى عن الوصول إلى قمته في 2022، والمسائل في هذا الملف مستمرة من جيد لأفضل طوال الوقت. طبعًا. التعاونات على المستوى الأمني والإقليمي كويس، وعلى مستوى الأمن العربي مستمرة بطبيعة الحال. كل الملفات المختلفة يحدث فيها تعاون. لنا في ملف السودان وفي الأزمة السودانية يعني نموذج طيب. السعودية تبذل جهد في هدنة إنسانية وفي وقف إطلاق النار، ومصر بالتوازي بتسعى إلى ذلك. البلدين ضمن مجموعة اتصال تقودها الجامعة العربية لتحقيق هذا الوقت، يعني لدعم حالة وقف إطلاق النار في السودان، للاتفاق أو محاولة الوصول إلى هدنة إنسانية. نداءات واستغاثات متتالية من البلدين للأطراف الأزمة في السودان وللمجتمع الدولي لعدم التدخل في الشأن الداخلي في السودان. ربما هذا واحد من بنود إعلان جدة اليوم
اتفاق صحيح. البلدين على هذا المعنى كان أصيلا في إعلان جادة وواضحا يعكس رؤية الدولتين الكبيرتين الزعيمتين صحيح. في المنطقة العربية. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو شامة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ما زلنا نناقش معكم ملف العلاقات المصرية السعودية، ولمزيد من الفهم والتحليل حول هذا الملف ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي. أهلا بك يا أستاذ إسلام. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. خليني أبدأ من حيث انتهيت مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو شامة في المداخلة السابقة، الأمن القومي العربي بشكل عام والأمن القومي بين مصر والسعودية، إزاي بتتفق مصالح الطرفين في هذا الملف الحساس؟ التقارب بين مصر والمملكة العربية السعودية واضح ومستمر ودائم وثابت، لأن نحن نتحدث عن زعيمتين للأمة العربية على المستوى العربي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الإسلامي، على المستوى الدولي. هناك تقارب كبير في توجه الدولتين ورؤاهم لحل القضايا العربية في إطار المحيط العربي وبعيدا عن تدخلات أجنبية في المنطقة. أولا، هذا التقارب يؤدي إلى التنسيق وتبادل وجهات النظر وحل الملفات والأزمات العالقة العربية المتعددة والمتنوعة، والتي يعني زادت في العقد الأخير. لكن أعتقد أن النجاح الكبير اللي حققته مصر بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في تهدئة أوضاع في كثير من البلدان العربية، في محاولة لحل الأزمات، في محاولة للحفاظ على الدولة الوطنية، في محاولة لمواجهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب والوقوف حائط صد قوي عربي موحد ضد الميليشيات ومحاولة اختطاف الدولة الوطنية أو توجيهها أو استحواذ عليها أو غيره. طبعا شايف إزاي التنسيق بين مصر والسعودية أستاذ إسلام فيما يتعلق بالأمن القومي البحري المتعلق بالبحر الأحمر وقناة السويس؟ هذه مسألة استراتيجية جدا جدا تخص مصر والمملكة العربية السعودية. هناك توافق على أن يظل البحر الأحمر بحيرة عربية آمنة مستقرة، وهي كذلك بالفعل. التحركات الثنائية في تأمين القرن الإفريقي والبحر الأحمر ما بين البلدين واضح تماما، التنسيق ما بين البلدين. فكرة تخفيف التوترات سواء في القرن الإفريقي أو في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني لاسترداد بلده مرة أخرى، كل ده بيصب في الأمن القومي للطرفين لمصر والسعودية. بالضبط كده حضرتك. وبالتالي أعتقد أن المكاسب التي تعود على المنطقة العربية والدول العربية والإقليم كله من التعاون المصري السعودي ينعم الإقليم بكثير من الاستقرار والهدوء وحالة من التوائم أو الانسجام إذا جاز التعبير. إيه القواسم المشتركة في رأيك في نهج التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية بين كل من مصر والسعودية؟
اولا مصر والسعوديه تنتهجان سياسه هي الرجوع العوده او اللجوء الى مائده التفاوض هي الحل. ثانيا ضروره الحفاظ على مقدرات الشعوب، يعني السعي لدى الاطراف المتصارعه سواء بنتكلم على روسيا او بنتكلم على اوكرانيا او من يدعم اي من الطرفين الى فكره ضروره التفاوض، لان الازمه العالميه يعني اصابت العالم كله او وضعت العالم كله في مازق فيما طبعا يتعلق بالغذاء والحبوب وغيرها من الازمات التي تعاني منها دول كثيره بسبب هذه الازمه العالميه، بالاضافه الى فكره التضخم وفكره ركود اقتصادي والعالم لا يعني لم يعد يتحمل مثل هذه الصراعات الدولية الكبرى والتي يمكن أن تنجر إليها دول وأطراف أخرى. مساعي مصر والمملكة العربية السعودية هو ضرورة الرجوع العودة إلى التفاوض، ضرورة وضع السلاح جانبا، ضرورة يعني حل الخلافات ما بين الدولتين عن طريق من خلال الطرق الدبلوماسية. أعتقد هذا هو نهج مصر والسعودية ويتفقان على هذا تماما. صحيح. إيه اللي بيمثله في رأيك اتفاق مصر والسعودية على أهمية عودة سوريا للجماعة العربية؟ أعتقد أني إذا جاز التعبير أن نقول أن هذه هي قمة عودة سوريا، قمة لم الشم، قمة رأب الصدع العربي، وليس من قبيل المبالغة أو من قبيل الكلام الإنشائي. المنطقة العربية سوف تشهد، وكنت يعني تحدثت في هذا من قبل، أن المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى لمصلحة الأمن القومي العربي ولمصلحة الشعوب العربية قاطبة. فكرة عدم الاستقطاب أو عدم الاندماج في استقطابات دولية بترفضها مصر والسعودية، وبتنتهك فكرة الحلول العربية للأزمات الكبرى خاصة والنموذج منها سوريا الآن. المملكة العربية السعودية ومصر تحديدا يتفقان على ضرورة الانفتاح على كل الأقطاب وكل الدول الكبرى والعظمى والمؤثرة في العالم، يعني التوازن في السياسة الخارجية في العلاقات الخارجية، التوازن والمصالح المشتركة هي التي تجمع ما بيننا وما بين كل الأطراف الأخرى. حتى في الإقليم ذاته نحن نسعى إلى تهدئة الأوضاع، نحن والمملكة العربية السعودية نسعى لتصعيد أو غيره، حل الخلافات كلها، تصفير الأزمات إذا جاز التعبير. طبعا إلى أي حد بيتوافق تحسن العلاقات بين الرياض وطهران مع الرؤية المصرية بعدم إشعال أي توتر أو صراع في المنطقة؟ كثيرا ما طلبت مصر يعني بهذا التوجه وهو معلن. أيضا المملكة العربية السعودية لا تسعى لتصعيد مع الجارة إيران. إشتعال الخلاف أو تصعيد الأزمات ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف في المنطقة. المنطقة كان فيها على مدار أكثر من عقد كامل ما جرى فيها من فوضى وما جرى فيها ما يسمى الربيع العربي أو الخريف العربي إذا جاز التعبير، يعني لأن ما جنيناه جميعا في المنطقة العربية وفي الإقليم كان مأساة بكل المقاييس الإنسانية واقتصادية وعلى مستوى تهديد الدول الوطنية وأمنها القومي وتهديد الأمن القومي العربي كله. وبالتالي مصر والسعودية تنتهجان سياسة رشيدة عاقلة متزنة مع الجيران سواء على الجانب الآسيوي أو في حتى مصر في إفريقيا نفس النهج وشركائنا في جنوب البحر المتوسط. يعني والكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو شامة كان معنا في المداخلة السابقة وذكر أنه ربما شبه العلاقات ما بين مصر والسعودية في مقال في 2017 بأن هما زي التوأم الملتصق، وما في الواقع كده، لأنه البحر الأحمر ما بينهم هو اللي بيفصل ما بينهم وهو في مصالح مشتركة في النهاية. الثوابت التاريخية والتوجهات الحالية ورغبة القيادة السياسية في البلدين وتوجهاتهم أولا للإعمار والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتحقيق مصالح الأمة العربية انطلاقا لدائرة أوسع هي الأمة الإسلامية، أعتقد أن هذه التوجهات تصب في النهاية أو تقودنا في النهاية إلى رؤى موحدة، رؤى مشتركة، تقارب وجهات النظر، أن تبادل وجهات النظر لا تتحرك دولة دون الأخرى. دائما مصر تستند على السعودية والسعودية ترتكز
وترتكن إلى مصر في المواقف ما يخص في القضايا الكبرى. عودة القضية الفلسطينية نموذج لتحركات حصلت على مدار شهور فاتت، عودة القضية الفلسطينية في على يعني على على سطح أو على أجندة أولويات العمل العربي المشترك. صحيح. لأن هي القضية العربية الكبرى. صحيح. التي تستحق الآن تم طرحها بشكل جديد ومختلف. هي كانت قاسم مشترك في كل الكلمات النهاردة في القمة العربية. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تاريخ من الأخوة والدعم المتبادل تميزت به العلاقات المصرية السعودية، أكدته العبارات والتصريحات الرسمية في مقدمتها كلمات الرئيس السيسي التي كررها في أكثر من مناسبة، التي لخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية قائلاً: مسافة السكة وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مسافة السكة لأن احنا حماية الأشقاء، أمنهم واستقرارهم وسلامة بلادهم، ده أمر احنا بنضعه دائما في مقدمة أولوياتنا. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأمن الخليج جزء من أمن مصر. وبرهنت عليه المواقف المتعددة عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون. العلاقات التي تجمع مصر والسعودية هي علاقات متجذرة تاريخيا، فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية. فكان عام 1926 عاماً مهماً في العلاقات بين مصر والسعودية، حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية. فالعلاقات ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وشارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر ابتداءً من حرب عام 1948 بعد تعرض مصر للعدوان الثلاثي عام 1956، ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي. كما أعلنت التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، وتكرر الدعم والمساندة أيضاً عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن في عام 1967. وأيضاً كان للملك فيصل موقف قوي في حرب أكتوبر عام 1973، حيث قرر العاهل السعودي استخدام سلاح بديل عن البارود، فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأعلن استخدام البترول كوسيلة ضغط على الغرب حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو عام 1967. وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014، ازداد عمق العلاقات والتنسيق والتشاور بين القيادتين في القاهرة والرياض، وذلك بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات. وتتفق البلدان على ضرورة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، بما يحافظ على استقرار الدول العربية ووحدة ترابها الوطنية،
ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية. وكذلك تؤكد مصر دعمها لأمن الخليج كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. العلاقات مع الأشقاء العرب هي علاقات تاريخية وممتدة عبر تاريخنا كله، وبالتالي الحرص على أن العلاقات دي تبقى مستقرة ومتطورة وتاخد يعني قوة دفع في كل فرصة أو كل مناسبة نقدر نحققها، إحنا بنسعى لكده. العلاقات المصرية السعودية إلى أين؟ ده السؤال اللي بنحاول نفكر في إجابته خلال هذه الساعة. وينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام. أهلا بك يا أستاذ أشرف. أهلا، مساء الخير لحضرتك. مساء النور. خليني أنتقل للشق الاقتصادي والتجاري في العلاقات. إزاي بتقيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة؟ بداية انت انا اتفق على ان العلاقات المصرية السعودية اعتقد رحلة طويلة تمتد ما يقارب 100 عام من التلاقي والتوافق وايضا الانسجام في مسار العلاقات على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. واعتقد بلدنا لديهم تاريخ بالغ الاهمية في ترسيخ دعائم الاستقرار، ليس فقط فيما يتعلق بامن البلدين لكن حتى على مستوى الاقليم العربي واقليم الشرق الاوسط. البلدين يمثلون قوة وركيزة أساسية وحجر زاوية لاستقرار الإقليم والاستقرار العربي بما لديهم من درجة مقاوماتهم ومؤهلات القوة والحضور على كافة المستويات والأصعدة. أعتقد تاريخ طويل لعب في البلدين دورا بالغ الأهمية في توفير مصدات الحماية للأمن القومي العربي والاشتباك السياسي والدبلوماسي بفعالية على مستوى قضايا الإقليم، باعتبار أن هناك درجة كبيرة من الرهان على الدور المصري والدور السعودي، باعتبار أن البلدين جناحي الأمة فيما يتعلق بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وأيضا صياغة كثير من التوجهات نحو تخفيف حدة التوترات في الإقليم على مدار تاريخ طويل. وبالتالي الشق السياسي والشق الاقتصادي متشابكان متوازيان يسيران بالتوازي في توفير استحقاقات النجاح على مسار علاقات فريدة واستثنائية ربما في الإقليم لدي ما لها من نجاحات وحظوظ توفيق. وبعتبر النموذج المصري السعودي نموذج الفريد والاستثنائي في البلدين اللي بشكل قاطرة اللي بتقود العمل العام العربي المشترك وبتوفر آليات أيضا فيما يتعلق بحماية الأمن القومي في كثير من المناكفات طبعا الموجودة في أكل المشترك. طيب أستاذ أشرف، يعني السعودية طبعا زي ما احنا عارفين هي الشريك التجاري العربي الأول لمصر، وعندها استثمارات 53 مليار دولار تقريبا من خلال أكثر من 5000 شركة في مصر. إيه انعكاس هذه الشراكة التجارية على العلاقات السياسية بين البلدين في الفترة اللي جاية؟ إيه آفاق التطور في هذا التعاون رغم التحديات الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بها العالم؟ أعتقد الانعكاس الأول للثقة المتبادلة بين قيادات البلدين والشعبين، هناك ثقة متبادلة وهناك درجة كبيرة من التزاوج في الرأي والأفكار، بدليل أن هذه الشركات بهذا الحجم الكبير كانت وجهات الاستثمار في مصر وتوفير رؤوس الأموال. لدي ثقة كبيرة أن السوق المصري سوق آمن يتمتع بكثير من الاستقرار، ولديه أيضا درجة كبيرة من النجاحات على المستويات الاقتصادية. وبالتالي ما لم يكن هذا الاستقرار وهذا النجاح في 10 سنوات الماضية لكان هذا العدد الكبير والتزاحم من قبل الشركات السعودية على مستوى القطاع الخاص والدولة السعودية اللي يكون لديها مشاركة وشراكة مع مصر في كثير من المسارات الاقتصادية والتنموية. وبالتالي أرى أن البلدين باعتبارهم النموذج الأوفر حظا ونجاحا فيما يتعلق بحجم الشراكة الاستراتيجية على مستوى التنموي والاقتصادي والاستثماري، شكل قاطرة لأيضا ليكون هناك بالفعل مصر تشكل قبلة لكل استثمارات في العالم العربي والشرق الأوسط، باعتبار أن رغم الظروف الاقتصادية لأن الثقة متوفرة في مصر وفي القيادة المصرية وفي الشعب المصري وفي السوق المصري الذي يحظى بكثير من المشروعات الضخمة. طبعا يعني 53 مليار دولار ده حجم الاستثمارات، 53 مليار دولار و5000 شركة. إزاي هذا التعاون بيصارع التحديات الكبرى في العالم؟ بكل تأكيد هذا نموذج أعتقد يمثل نموذج فريد واستثنائي في الشرق الأوسط وكثير من دول العالم الكبرى والشركات الكبرى في المجتمع الدولي حتى مستوى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بينظروا لهذه الشراكة وهذا العدد الكبير من الاستثمارات السعودية مع بعض الشركات وهذا الرقم من 53 مليار، وما يكون أيضا فتح شهية لهذه الدول لأنها
لابد ان تسير في نفس الركب الذي اتبعته السعوديه نحو تصويب البوصله باتجاه التعاطي مع الاستثمارات في مصر، لان الجميع في السعوديه وحتى في العالم يرى ان السوق المصري برغم تحديات اقتصاديه بيواجهها العالم بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه، الا انه ما زال لديه كثير من القناعه واليقين ان هذا السوق المصري سيشكل قبله لنجاحات واستثمار في المرحله القادمه بعد تخطي هذه العقبه. طبعا على مستوى مصالحنا احنا الشخصيه ومصالحنا الوطنيه، حجم التبادل التجاري بين مصر والسعوديه ربما بيصل الى 10 مليار دولار. ازاي ممكن يساعدنا هذا التعاون في تجاوز صعوبات الازمه الاقتصاديه العالميه؟ بكل تاكيد النجاح في مصر وايضا في السعوديه من خلال هذا الاستثمار بيعود على الشعبين في المقام الاول وعلى الشركات والشراكة الاستراتيجية في مجالات التنمية والاستثمارية، بيعطي مزيد من فتح الأفاق نحو مزيد من المشاركات للقطاع الخاص السعودي والقطاع العام المصري. يكون لديهم مشاركات متبادلة، إقامة مشروع كثيرة عديدة في مناحي تنموية بشكل كبير في المسار الأول، ثم ينعكس على دول عربية ودول الإقليم. عندما يكون هذا التكتل الاقتصادي المصري السعودي بهذا النجاح وهذا الزخم بيلعب دورا كبيرا في ضم اطراف اقليميه لدرجه او عربيه لدرجه ان يكون لديها درجه كبيره ونصيب وافر من حجم الشراكه في هذا المشروع الثنائي او الشراكه الثنائيه المصريه السعوديه. المستوى الدولي ايضا بيرى الدول والشركات الكبرى في العالم العابره للقارات ان هذا النجاح لابد ان يسانده ايضا توافر راس مال غربي واوروبي ودولي ليدخل في شراكه مع المملكه العربيه السعوديه ومصر في مشروعات جاذبه للاستثمار داخل الدوله المصريه. لا تنسى ان الدوله المصريه يوميا اخرها ما يتعلق بيوم الاربعاء الماضي سلسله من قرارات الاصلاح الاقتصادي الخاصه بالاستثمار في مصر، 22 قرار سيمثلان جاذبيه استثماريه غير طبيعيه في الايام وفي الاسابيع وفي الاشهر القادمه، لانه تم بالفعل تجاوز كثير من التحديات التي من شانها ان توفر راس مال جاذب لشراكه في مشروعات كبرى مع مصر، المملكه العربيه السعوديه باستثماراتها وبحجم راس المال وحجم ما يتم التوافق عليه كل اسبوع وكل حتى شهر واحد. نعم. مشروعات كبرى في مجالات متعدده سيكون لافت للنظر في ضروره ان يكون هناك تحول للقبله الدوليه والعربيه والاقليميه لمزيد من الاستثمارات في مصر باعتبار النموذج المصري السعودي نموذج جاذب يعطي كثير من النجاحات والفوائد وربما يفتح شركات كثير من الدول الاخرى والشركات الكبرى العالميه والاقليميه ليكون لديها نصيب وحظ وافر من الحضور للشراكه. نعم. مع مصر تماثل وتمازج الشراكه المصريه السعوديه في المسارات التنمويه والاستثماريه والتجاريه. الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العاشري مدير تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. بنناقش معاكم في هذه التغطية العلاقات المصرية السعودية وازاي مصر والسعودية ماشيين في طريق واحد بنهج مشترك. ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور. أهلا وسهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور معاذ. أهلا بيك. مصر لها رؤية في 2030 والمملكة العربية السعودية لها رؤية في 2030، أين تقع مصر في رؤية 2030 للسعودية والعكس؟ الدولتين بنتكلم على دولتين رئيسيتين ومحوريتين في المنطقه، وبالتالي الرؤيه بتاع 2030 سواء في مصر او السعوديه اساسهم قايم على التنميه المستدامه، قايم على تطوير واستثمار كل قدرات الدوله من اجل المستقبل. أيوة. وبالتالي جزء من الاستثمار ده هو التعاون المشترك، هو تبادل الخبرات، تبادل الاستثمارات،
التعاون، ويمكن النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اتكلم على اهميه التعاون العربي المشترك والوحده، وحده الاستثمار، وحده المواقف، وحده التوجه. فده جزء اساسي من رؤيه 2030. لما تيجي تبص على رؤيه 2030 لمصر هتلاقي قايمه على الاستثمار للثروات المصريه الحقيقيه، الوصول الى معدل نمو ان شاء الله نوصل له بنسبه كبيره. طبعا الاحداث العالميه والتطورات اللي حصلت ممكن تؤثر بشكل ما، لكن في النهايه قدراتك على استثمار امكانياتك وطاقتك ده جزء مهم جدا من هذه الرؤيه. طيب مصر والسعوديه او مصر حتى والدول العربيه كلها هناك تعاون من اجل الوصول لهذه الرؤيه، سواء الامارات في رؤيه 2030، سواء عمان في رؤيه 2040، تمام؟ كل الدول العربيه مشتركه في تحقيق الهدف الاساسي هو التنميه العربيه المشتركه. ازاي بيمثل المناخ السياسي والاقتصادي في مصر بيئه جاذبه للاستثمارات السعوديه؟ خليني اقول لك انه بدون مناخ سياسي حقيقي ومناخ سياسي جيد لن تستطيع انك انت تحقق اي استثمار او اي تعاون استثماري او اي تعاون اقتصادي. العلاقه السياسيه ما بين قياده الدولتين وهي على اعلى مستوى، ويمكن شفنا ده في اللقاء اليوم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، التاكيد على العلاقه الوطيده والتعاون الوطيد والمستمر ما بين الدولتين. المناخ السياسي ده والعلاقات القويه ما بين القيادتين وبين الشعبين بتسهل كتير جدا يا دكتور محمد في انك انت اولا تبادل الاستثمارات، اثنين انه دعم كمان المشروعات المشتركه، دعم المشروعات المستقبليه اللي بتبني او بتنمي في قدرات الدولتين واستثمار ثروات الدولتين. ويمكن شفنا خلال الاسبوع الماضي المجلس الاعلى للاستثمار والقرارات المهمه ال 22 قرار اللي اتخذوا برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد ان هم كمان ازالوا كثير من المعوقات اللي كانت بتعطل او بتؤثر على جذب الاستثمارات الخارجيه وفي مقدمتها الاستثمارات العربيه العربيه. النهارده انت بتفتح باب مهم جدا، بتستجيب لمطالب حقيقيه لكثير من المستثمرين اللي كان في بعض المعوقات، فانت فتحت الباب مهم. اثنين الاستثمارات السعوديه في مصر استثمارات من اكبر الدول المستثمره في مصر، وهناك لو نفتكر لما كان ولي العهد في زيارته للقاهره منذ تقريبا حوالي عام كان في حديث عن استثمارات تزيد عن 30 مليار جنيه استثمارات سعوديه في مصر. هذا الرقم لا يمكن انه يحدث استثمارات من دوله في دوله اخرى الا اذا كانت العلاقه وطيده والعلاقه على المستوى السياسي كبيره. هو الرقم رسميا تجاوز ال 50 مليار كمان بالضبط في 5000 شركه تقريبا في مصر من ده اللي موجود سعودية. لكن انا بتكلم كمان ان هو كان يعني عندما كانت الزياره كان الحديث عن 30 مليار استثمارات مستقبليه كمان. فانت هنا دائما الاستثمارات متجدده ما بين مصر والسعوديه، وهناك ايضا شركات مصريه في السعوديه، وهناك تبادل اقتصادي على اعلى مستوى بين مصر والسعوديه. حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا يا استاذ احمد، هي التعاون في المجالات المستقبليه، التعاون من اجل المستقبل. شايف ازاي التعاون بين مصر والسعوديه في مجالات الاقتصاد الاخضر وانتاج الطاقه المتجدده والاستثمار في التكنولوجيا والمعرفه؟ لا يعني انت لو نتذكر في اثناء كوب 27 المؤتمر المنتدى التنميه الخضراء الذي عقد في شرم الشيخ برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسموه ولي العهد محمد بن سلمان، وده كان بدايه للاعلان عن خط مهم جدا وبدايه مهمه جدا للاستثمار الاخضر اللي فيه شراكه قويه جدا ما بين الدولتين، لانه كمان ده ما هو ده جزء كمان من نظرتك للمستقبل، وده جزء من رؤيه مصر 2030 ورؤيه المملكه ايضا 2030، وبيصب في مصلحه المواطن سواء هنا او هنا، المواطن في الدولتين. وبالتالي الدولتين شغالين فعلا على المستقبل، وهناك مشروعات مشتركه ربما يعني في بدايتها الوقت او بيتم تنفيذها هيكون لها تاثير كبير جدا على مستوى الاقتصادي في مستقبل الدولتين بل في مستقبل المنطقه. خلي بال حضرتك يا دكتور محمد ان النهارده انت بتتكلم على استثمار بمعنى مشروعات متعدده، استثمار في المجال السياحي، استثمار في المجال الصناعي، استثمار في مجال البيئه، استثمار في مجال الاقتصاد الاخضر، كل دي مشروعات مستقبليه كل دوله شغاله وفق رؤيتها ازاي تنمي فيها، لكن الاهم انك لما يبقى في تعاون ما بين اشقاء زي مصر والسعوديه مثل هذه المشروعات، اولا بتبقى المشروعات على مساحه اكبر وباستثمارات اكثر وفائدتها بتكون اكثر. والنهارده انا عايز ارجع لحاجه مهمه جدا يا دكتور محمد تاكد الكلام،
لما الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجلس النهارده بيتكلم عن التعاون العربي وضروره التعاون العربي، مش كده وبس، وضروره التوحد العربي سواء في القضايا الاقليميه او في المجال الاقتصادي او حتى في القضايا العربيه. صحيح. فكره التوحد العربي ده مش بس سياسيا، التوحد العربي اقتصاديا، التوحد العربي ثقافيا، التوحد العربي في كل الملفات وفي كل المجالات، لان هو ده طريقنا للمستقبل. انا بشكرك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. مصر والسعودية بالفعل هما صمام الأمان للعالم العربي في مواجهة العواصف والتحديات المختلفة. مشاهدينا، كنت معكم في هذه التغطية الخاصة حول العلاقات المصرية السعودية في ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.